دانيال وانت راجع اجيب معك صخره. فيش صخره كبيره. يعني ثلاثه انتوا الثلاثه ما قدرتوش تحملوا الصخره الكبيره؟ بجد كثير كثير كبيره. اجى الوقت انه تطلعوني من هون. قبل ما اطلع من السجن لازم اخلص حفر مذكراتي، بعدين بكره بتيجوا مع الخطه العبقريه بتطلعوني. دانيال وجون اسمعوا، هون البيت المهجور، اوكي؟ هاد انا، هاي جون، وهاي دانيال. دانيال إن انا وياك بنطلع لفوق، فاهمه؟ وانا لازم احاول باي طريقه انزل افوت على البيت المهجور انقذ بادي فادي، وانت بهذا الوقت بتضلك تحكي معنا بهذا الشيء، وانت بتضلك هون بتتاكد انه كل شيء كلير، وتذكر وادي فادي الاسد مش عادي مجبور انه ننقذه، فهمت؟ الحرية لبادي فادي، الحرية لبادي فادي. اسمع انا راح اشوف اذا كل شيء كلير كل شيء فاضي. بسرعه بس. باي. لحظه جون جون، شو الوضع؟ أنا وصلت، تقدروا تيجوا بالنجاح. فوتوا فوتوا، بس فوتوا فوتوا. شفتكم. وصلنا على هالمحل. شي خطي بسريع. هاي بدون رباط. يلا دقيقة بس أسرع عشان نلحق. يلا يلا تروي انده ممكن حد يشوفك. ربطة؟ ربطة يا. يلا تعالي مني. انزلي انزلي يلا مش وقته. امشي يلا جوليا. احنا لسه رح ننزل. نزلي انا تحت. أكتر أكتر أكتر. زتي زتي هيك عاملين لي من هون. نزلي نزلي أكتر أكتر. Thank you.
واو واو ده صار لي مش ماكل بوزه مع مارشميلو. مين ماكل بوزه مع مارشميلو بالضبط؟ لكنك محبوسه تاكل كل شيء. اخ تذكرونيش بايام السجن والوحده والعذاب. اهم اشي على القليل انك وصلت بالسلامه. طبعا حبيبي لما في عندي هيك فريق وهيك مجموعه كله راح يكون تمام. ما كنتش متوقع انه ننجح. اذا كلنا بدنا وبدنا نشتغل مع بعض ونكون مجموعه واحده فيش ولا اي سبب ما ننجحش. طب بادي فادي شو معك بكره؟ بكره يوم جديد ومغامره جديده، بس اذا بدكم تسمحوا لي مجبور اروح اتحمم وانضف فروتي من البراغيث تاعون السجن. فرفور حاضر؟ يلا بوزه بعطيك هناك. يلا تعال باي باي. يلا باي فادي بشوفكم بكره. باي فرفور. باي باي باي. كانت مغامره كثير 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 حلوه.